إلى ذلك شيع أبناء مديرية عتمة ومحافظة دمار جثمان القيادي المؤتمري في المديرية الشيخ محمد عبد الرحمن الريمي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والانتصار للقضايا الوطنية. بالأمس احتفلت مديرية عتمة بمحافظة دمار بالنصر وإيقاف الحرب، لكنها اليوم فجعت برحيل هامة من هاماتها الوطنية المخلصة أنذر نفسه لخدمة أبناء مديريته والوطن عموما. نودع علما من أعلام هذه المديرية وشيخا من مشايخ البارزين هو الشيخ محمد عبد الرحمن الريمي رحمه الله، وباسمي ومحملا أيضا نقل تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسه الأخ الزعيم علي عبد الله صالح لكل أسرة الفقيد ولمشايخ عتمه جميعا وأبنائها. هذه الشخصية الاجتماعية التي دعبت دورا مهما ورئيسيا في إصلاح ذات البين في أوساط المديرية، وفقدت عتمه اليوم بوفاته قطبا من أقطاب المديرية. الشيخ محمد بن عبد الرحمن الريمي القيادي المؤتمري بالدائرة 207 وعضو المجلس المحلي بمديرية عتمة رحل إلى جوار ربه تاركا ذكراه العطرة في أوساط محبيه في مديرية عتمة ومحافظة دمار. وقد كان هامة، وقد كان صادقا فيما يقول، وقد عمل مع الدولة والمواطنين وخدم الدولة والمواطن خدمة صادقة وبكل نزاهة وصدق. إذا جينا نحصر مناقب الشيخ فهي كثيرة جدا، من أهمها أنه كان يسعى إلى إصلاح ذات البين في المديرية، كان لا يوفر وقت ولا جهد إلا وبذله من أجل إصلاح بين الناس. أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة دمار وعتمة وقيادة السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية من أبناء عتمة والمديريات المجاورة شاركوا في تشييع جثمان الفقيد وأشادوا بمواقفه الوطنية المخلصة ودوره البارز في تعزيز قيم الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. كل مديرية عتمة كانت تعزه وتعرف مواقفه وتقديرته، فنعزي أنفسنا ونعزي أبناء المديرية بشكل عام ونعزي قيادة المؤتمر. كان ركنا من أركان مديرية عتمة وله بصماته الكبيرة في المديرية وفي حل القضايا وفي كافة المواقف في المديرية، وبرحيله فقدنا هامة وطنية كبيرة. المشيعون نوهوا بالدور الوطني للشيخ الريمي في مختلف القضايا الوطنية وآخرها الأحداث التي شهدتها المديرية مؤخرا والذي كان له دورا بارز في محاولة احتواء الفتنة وتقريب وجهات النظر. عبد الكريم النهاري، اليمن اليوم، محافظة دمار.